السيدات والسادة الحضور الكرام، نيابة عن قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يسعدني أن أرحب اليوم بالأستاذ القدير والزميل العزيز الدكتور آدم صبرا الذي يحل ضيفا علينا في إطار برنامج محاضرات بايرد دوج. وقد أنشئ هذا البرنامج في الثمانينيات بمنحة من مؤسسة كليفلاند بايرد دوج، وكان أول أستاذا زائرا للقسم في إطار هذا البرنامج عام 1987 هو الأستاذ الراحل العلامة الدكتور عبد الحميد صبرا والد الدكتور آدم. لذا مما يضاعف من أسباب سعادتنا اليوم بوجوده معنا هو موضوع تواصل الأجيال. والدكتور آدم هو أستاذ كرسي الملك عبد العزيز بن سعود للدراسات الإسلامية بقسم التاريخ بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا، وقبلها عمل كأستاذ بجامعتي جورجيا وميتشيغان بالولايات المتحدة. وللدكتور آدم صبرا أبحاث عديدة، منها قد تتذكرون كتابه عن الفقر والإحسان في مصر في عصر سلاطين المماليك الصادر عن دار نشر جامعة كامبريدج عام 2000، وقد صدرت منه نسخة عربية بترجمة الأستاذ الدكتور قاسم عبد القاسم عن المركز القومي للترجمة عام 2003. وفي هذه الدراسة المبنية على أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية، في هذه الدراسة اعتمد الدكتور صبرا على مصادر تاريخية متعددة منها حجج الوقف لدراسة حال الفقر والفقراء ومجموعات مختلفة من المهمشين اجتماعيا والوسائل المختلفة التي تسنى للمجتمع من خلالها توفير بعض احتياجات الفقراء سواء في أوقات الشدة أو الرخاء. ومؤخرا اتجه الدكتور صبرا في دراساته الى تناول التصوف والصوفية في مصر في العصر العثماني وعلاقاتهم بالدولة ورجال الحكم. وفي هذا الاطار قام بتحرير كتاب مع ريتشارد ماكجريجور عن تطور التصوف في مصر في العصر المملوكي، وقد صدر عن المعهد الفرنسي للآثار الشرقية عام 2006. كما قام بتحقيق كتابي الشعراني إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء، ومختصر كتاب إرشاد المغفلين إلى شروط صحبة الأمراء، وقد صدر بتقديم أيضا عن المعهد الفرنسي للآثار الشرقية عام 2013. ومن المنتظر أن تصدر ترجمة له إلى اللغة الإنجليزية قريبا عن دار نشر جامعة ييل. كما صدرت له مقالات عديدة في دوريات وإصدارات مختلفة، أذكر منها على سبيل المثال دراسة عن النظرية القانونية في فقه ابن حزم، وأخرى عن التصوف والحراك الاجتماعي في مصر في القرن الخامس عشر، ودراسة عن الفتح العثماني لمصر في كتابات المؤرخين المصريين في القرن السابع عشر، وكذلك دراسة عن النوع الاجتماعي أو الجندر والسلطة الروحية في مصر في العصور الوسطى المتأخرة. يعكف الآن الدكتور آدم صبرا على الانتهاء من دراسة لتاريخ الأسر الأرستقراطية وعلاقاتها بالدولة العثمانية من خلال دراسة تاريخ ووثائق السادة البكرية، وهذا هو موضوع محاضرته لنا الليلة وعنوانها الأسرة والدولة في مصر العثمانية السادة البكرية نموذجا. كما من المتوقع أن يصدر له قريبا كتاب مناقب السادة البكرية ويتضمن نصوصا مختلفة تتعلق بالسادة البكرية قام بتحقيقها مع الدكتور مصطفى مغازي، ومن المتوقع أن تصدر عن دار المشرق اللبنانية. وسوف يلقي الدكتور صبرا محاضرة أخرى يوم الثلاثاء العاشر من مارس عن الصوفية والنظرية السياسية في العصور الوسطى المتأخرة، وسوف تكون المحاضرة باللغة الإنجليزية في نفس هذه القاعة في السادسة مساء. أيها السيدات والسادة، فلتشاركونني في الترحيب بالأستاذ الدكتور آدم صبرا. شكرا جزيلا، شكرا على هذا التقديم. السادة وسيدات الحضور، أتشرف بحضوركم لهذه المحاضرة، وقبل أن أبدأ أود أن أشكر أصدقائي وزملائي في قسم الحضارات العربية والإسلامية الذين أعطوني هذه الفرصة لأحدثكم عن بعض نتائج دراستي الحالية عن علاقة الأسر العلمائية المصرية الكبرى بالدولة العثمانية، وتطلع إلى أسئلتكم وتعليقاتكم. سأقسم المحاضرة إلى أقسام ثلاثة. يتناول القسم الأول الخلفية التاريخية لتأسيس الأسر العلمائية الكبرى في العصر المملوكي، وعلاقة هذه الأسر بالتصوف كأيديولوجية تؤيد وراثة المنزلة الروحية في أنساب معينة. بعد ذلك أنتقل إلى القسم الثاني وأبحث في جذور أسر العلمائية يمكن أن نعتبرها أرفع الأسر المصرية منزلة في العصر العثماني،
وهي بيت السادة البكرية أو بيت الصديق. وإن تقال رئاسة البيت في القرن السادس عشر أي القرن الأول من الحكم العثماني لمصر. وفي القسم الثالث سأتكلم عن انتقال رئاسة البيت وامتيازاته في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد انتشار نظام جديد في علاقة الدولة بالعلماء في مصر، وهو نظام حاول أن يعيد بناء هذه العلاقة على أسس بيروقراطية ثابتة. لم يلعب النسب وبالتالي الوراثة الروحية دورا مهما في التصوف المصري قبل أواخر العصور الوسطى. يقول ابن طالة الإسكندري في كتابه لطائف المنن في مناقب علم المحتدين وقدوة السالكين سيدي أبو العباس أحمد ابن عمر الأنصاري المرسي وشيخه كتب الأقطاب ودستور أوارف المعارف بلا ارتياب سيدي أبو الحسن الشاذلي ما يلي. أعلم أن الوارث للرجل هو ظاهر بإلمه وحاله، وهو الذي تظهر طريق الموروث على يديه، يفسر مجمله مجملها ويبسط مختصرها ويرفع منارها ويبث أنوارها، يعرف الناس بما كان ذلك الرجل الكبير عليه من العلم بالله ومعرفة ونفوذ إليه والاحتضاء من نوره. حتى إن فرط الناس في محبة ذلك الرجل الكبير وتعظيمه في حال حياته استدركوا ذلك بعد مماته. يعتمد ابن طالة وهو المؤسس الحقيقي للفرع المصري بطريقة شاذلية في هذا النص على نظرية موحدين ابن العربي في الولاية ووراثة الأولياء لعلوم الأنبياء وأخلاقهم، والتي تؤكد على أهمية النسب الروحي بدلا من النسب الطيني، يعني بالطيني الجسدي. لكن بعد انحيار دولة الموحدين وتأسيس دولة المرينية في المغرب انتشرت ظاهرة الأشراف وعلاقة النسب الشريف والحسني بالخصوص بالتصوف بالرئاسة الدينية، وانتقلت هذه الظاهرة من المغرب إلى مصر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين مع متصوفي الطريقة الشاذلية وفرعهم بيت السادات الوفائية. وصل الوفائية إلى الإسكندرية من تونس ثم انتقلوا إلى القاهرة ليسكنوا قريبا من الطبقة الحاكمة في الدولة المملوكية. أسس سيدي محمد وفا وابنه علي بيتا دينيا سياسيا، وهو شيء لم يكن معروفا في مصر قبل ذلك. كان بيت السادات الوفائية أشبه بالبيوت المملوكية التي اشتملت على الرئيس وأتباع من المماليك والعبيد والمستخدمين من كل الأنواع، مع وجود فرقا مهما وهو أن رئاسة البيت المملوكي كانت عادة لا تورث، وأما رئاسة البيت العلمائي الصوفي كانت تورث من جيل إلى جيل عبر القانون العديدة. ودعا السادات الوفائية أنهم من صلالة آل بيت رسول الله عن طريق سبته الحسن بن علي بن أبي طالب، واحتلوا مركز الفرع الرئيسي لطريقة شاذلية في مصر. هناك دلائل كثيرة على أن متصوفي مصر لم يعتبروا علي وفا رئيسا للصوفية بمصر فقط، بل اعتبروا كتب الزمان أي السلطان الروحي للعالم بأكمله. وبعد وفاته في سنة 1405 تصارع مشايخ زمانه على إرثه الروحي ومكانته الاجتماعية. كان بين هؤلاء المشايخ سيدي محمد الحنفي، وهو شيخ صوفي كان له نفوذ كبير في أوساط المماليك. يعتبر علي بن عمر البطنوني كاتب ناقب
سيدي محمد الحنفي. الخليفة الخامس لأبو الحسن الشاذلي، مع أن علاقته مع الشاذلية كانت ضعيفة. يقول البطنوني أيضا أن محمد الحنفي ورث مقام القطبانية من علي وفا، وطلب من مريديه أن يبايعوه كمجدد الزمان. توافق هذه القصة اعتقاد الشاذلية أن القطب منهم دائما. أشير إلى هذه السوابق لأدلل على تغيير أساسي في موقف الصوفية من السياسة والسلطة الدينية والدنيوية معا في القرن الخامس عشر، أي قبل الفتح العثماني لمصر في سنة 1517. وظهرت معظم بيوت الصوفية التي كان لها نفوذ سياسي في العصر العثماني قبل الفتح، وبالتحديد في القرن الأخير للدولة المملوكية. ومن الممكن أن نفسر التأييد العثماني الرسمي لاستمرار هذه البيوت في مراكز السلطة الروحية والاجتماعية كجزء من سياسة الدولة العثمانية في استمالة أعيان الممالك المفتوحة، خصوصا أن السلطات العثمانية لم تثق بولاء المماليك. جاء تأسيس بيت السادة البكرية كبيت صوفي في زمن الشيخ أبو الحسن البكري المتوفي سنة 1545 في سياق هذا التحول السياسي الديني. قبل بداية القرن السادس عشر كان البكرية علماء ومبشرين، يعني محاسبين في خدمة الدولة وقضاء. بدأ تحول البيت البكري إلى بيت صوفي في حياة الشيخ جلال الدين البكري، وحصل الشيخ جلال الدين البكري على إجازة إفتاء في الفيوم، لكن كانت علاقته مع الشيخ الصوفي المكذوب أبو القادر الجشتوتي حاسمة في اعتناقه التصوف. كان أبو القادر الجشتوتي في محل احترام كبير لدى الأمراء المماليك والعثمانيين الذين أوقفوا أملاكا كثيرة على مساجد باسمه، إلا أنه كان قد اعتزل عن الدنيا كليا. لهذا السبب أشار الجشتوتي للبكري أن يكون مقامه في إدارة هذه الأوقاف بما فيها الجامع الأبيض الذي أصبح فيما بعد الجامع الآئلي للسادة البكرية. يرسم لنا عبد الوهاب الشعراني صورة جلال الدين البكري كرجل متدين زاهد أشرف على أوقاف الدشتوتي بإخلاص، وأنفق مال الوقف على الفقراء والأيتام والأرامل من جيران الجامع الأبيض. يقول نجم الدين الغزي أن الدشتوتي كان معجبا بمحمد ابن جلال الدين، وأن جلال الدين أرسل محمدا إلى الدشتوتي لخدمته. بعد ذلك أرسل الدشتوتي أصابي ليصحب رضي الدين الغزي، لكن رضي الدين رحل عن مصر ليرجع إلى وطنه دمشق. مات الدشتوتي في سنة 1518 ودفن قبل إتمام بناء القبة على قبره. ويقول المؤرخ محمد ابن ياس أن القبة كان قد اكتمل إبناؤها في يوم 13 شوال سنة 925 الموافق لـ 8 أكتوبر سنة 1519. وكانت المناسبتان يومين مشهودين، حضرهما والي مصر الأمير خيرباك وقضاة القضاة الأربعة مباشر الدولة، وشملت مراسم توزيع صدقات على الفقراء. لا يذكر ابن ياس شيئا عن جلال الدين البكري، مما يدل على أن البكري لم يكن شخصا مشهورا في هذا الوقت. لكن الاحتمال الأكبر أن الإشراف على ما سمي بمدرسة الدشتوتي لفت نظر الولاة العثمانيين إلى البكرية. بنى جلال الدين البكري دارا مواجهة
للجامع الأبيض في سنة 1502 أو 3. وعندما توفي جلال الدين دفن بالجامعة. أما زوجة جلال الدين زاهدة فقد أمضت 18 عاما في الصلاة والصيام على سطح الجامع الأبيض. كانت هذه الزوجة من بيت شريف مما مكن ولدها وأحفاده أن يدعوا أنهم أشراف من جهة الأم، زيادة على نسبتهم إلى أبي بكر الصديق. درس أبو الحسن ابن جلال الدين البكري التصوف مع رضي الدين الغازي، ويبدو أنه درس الفقه مع الشيخ زكريا الأنصاري القاضي الشافعي والمتصوف، أو برهان الدين ابن أبي شريف الفقيه والمتكلم. يقول الشعراني إنه تعرف بأبي الحسن قبل بلوغه، واستمرت الصداقة إلا أن مات أبو الحسن في سنة 1545، وورث محمد ابن أبي الحسن هذه الصداقة مع شعراني. بعث أبو الحسن إلى شعراني رسالة قال فيها إنه يقسم بطلاق أن شعراني في منزلة ابنه، وحافظ شعراني هذه الورقة بعد موت أبي الحسن لتذكير محمد بعمق علاقته بوالده. بعد رحيل رضي الدين الغازي بدأ أبو الحسن في تدريس الفقه الشافعي والتفسير والتصوف، ويشير شعراني إلا أن صيته وصل إلى بلاد كثيرة، وكان له إقبال العظيم من الخاص والآم في مصر والحجاز، وشاع ذكره في أقطار الأرض كالشام والروم واليمن وبلاد التقرور والمغرب مع صغر سنه رضي الله عنه. اعتبر أبو الحسن البكري نفسه مجتهدا مطلقا، رغم أنه فضل الانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي المنتشر في مصر مقتديا بشيخ جلال الدين السيوطي الذي زعم في كتابه المتحدث بنعمة الله أنه مجتهد مطلق ومجاهد القرن التاسع. يقول شعراني وأخبرني بلفظه ونحن في المطاف أنه بلغ الاجتهاد المطلق، وقال إنما أكتم ذلك من الأقران خوفا من الفتنة بسبب ذلك، كما وقع لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. ويتضح لنا أن شعراني اعتبر أبو الحسن البكري أبرز شيوخ عصره، ويشير أيضا إلى احتمال كون أبو الحسن القطب راويا رؤية الشيخ خليل الكشكاوي. رأيت الشيخ أبو الحسن وقد تطور فصا كعبة مكان الكعبة ولبس سترها كما يلبس الناس القميص. كعبة المتصوفين قطبهم طبعا، والقطب هو شافع لأهل زمانه عند رسول الله، الشافع الأساسي عند الله. ومن مميزات الشاذلية أنهم على خلاف معظم المتصوفين لم يزحدوا في المال والنفوذ السياسي، بل اعتبروا اليسر والنفوذ دليلين على العناية الإلهية، وكتب ناقبهم مليئة بالقصص عن علاقاتهم الوثيقة بالحكام العثمانيين في مصر وشفاعاتهم عن هؤلاء الحكام. يروي ابن أبي سرور البكري القصة التالية في كتابه الكوكب الدري في مناقب الأستاذ البكري. وقد واكل الأمير عيسى والد الأمير عمر المذكور مع والد صاحب الترجمة الشيخ أبو الحسن البكري رضي الله تعالى عنه نظير ذلك، وهو أنه أمر بمسكه من البحيرة وهو أميرها، وحمله في الحديد لمصر ليصلب بها. فلما وصلوا به إلى قرب منزل الأستاذ رضي الله تعالى عنه قال المرسمين عليه لكم علي كذا وكذا إن أجتمعتوني على الأستاذ الشيخ أبو الحسن البكري قبل طلوعي إلى الديوان. فمروا به على الأستاذ، فلما رأه الأستاذ قال له بعد أن شكى له لا تخف يا عيسى، لا تخاف يا عيسى، فإنك لا تموت إلا على فراشك بعد السنين. ف
فقال يا سيدي أنا محمول القتل في هذا اليوم لا محل. فقال له يا عيسى ستطلع اليوم للديوان بين يدي داود باشا ويقلع عليك قفطانا ويعيدك إلى منصبك كما كنت ويعطيك هدية من الحلوى لا تنسى الفقراء من تلك الحلوى. فصول الأمير عيسى بذلك لكثرة اعتقاده في الأستاذ وضحك من كان معه من كلام الأستاذ. فلما وصلوا للديوان مصر ظن من في الديوان أنه سيقتل في هذا اليوم. فلما مثلوه بين يدي داود باشا قال داود باشا بأعلى صوته مرحبا يا عيسى. ثم التفت إلى جماعته وقال احذروا قفطانا واحذروها. فقلعه عليه وأعطاه مكانه من غير سؤال. وناس في ذلك في غاية العجب. فإذا في تلك الساعة جيب أطباق من الحلوى قدمت هدية لداود باشا فأمر بها للأمير عيسى فأتيت له. فتعجب الحاضرون من ذلك هم الذين كانوا من الأستاذ. فأخبر داود باشا بذلك فتعجب آية العجب وقال والله قد حممت بقتله لم أرى لساني يطيني ولا جنابي يوافقني إلا بما أبرزه الله تعالى إليه. ثم التفت إلى الأمير عيسى وأمره بحمل تلك الحلوى ويذهب بها إلى الأستاذ يقابل جده ويسأله دعاء له. ثم لم يلبث بعده داود باشا إلا بعدها داود باشا إلى أياما حتى نزل إلى الأستاذ ليزوره ويتبرك به. فلما وصل إلى باب الخلوة التي فيها الأستاذ ترك خادم الباب فقال له من بالباب. فقال له يا سيدي محبكم داود باشا جاءكم لتبرك بكم. فقال الأستاذ رضي الله تعالى عنه ما لنا ولداود باشا كله يذهب وإلا يعزل. فقال المريد ذلك لداود باشا فقرأ الفاتحة وقال حصل المقصود. فرجع ولم يقابله الأستاذ. فلما وصل إلى الديوان كتب شيئا من القوالي للأستاذ وكانت إذا ذاك عزيزة فأرسل له تذكرة ومعها 500 دينار ذهب. فردها الأستاذ وقال لحاملها كل داود باشا ما رأى أفقر من عبد الحسن البقري يعطي ذلك لمن يستحقه. وزاد داود باشا اعتقادا في الأستاذ رضي الله تعالى عنه. ومن موضوع هذه القصة هو فراسة الشيخ عبد الحسن البقري فهي تدل على احترام الوالي العثماني داود باشا له ولاقة البقري بجيلين من الأمراء بمصر. ومن الواضح أيضا أن الأمير عيسى كان له اعتقاد في الشيخ عبد الحسن وأنه اعتبره شخصا له نفوذ عن داود باشا يمكن أن ينقذه من الإعدام. زيادة على ذلك فقد حدثت القصة ذاتها في الجيل الثاني. يقول ابن أبي سرور وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه في كتابه عقود اللقود أن حسين باشا غضب على الأمير عمر بن عيسى أمير البحيرة وأرسل الجويشية لإحضاره وعزم على قتله إذا حضر. فاحترته الجويشية إلى أن وصلوا به إلى قريب من الكليوب. فقال الأمير عمر للجويشية أصل إحسانكم أنكم تمروا بي على باب الشيخ محمد البكري لأجل ما أسأله الشفاعة عن حسين باشا. فأجابوه إلى ذلك ومروا به على باب الأستاذ رضي الله تعالى عنه وكان وقت الظهر. فسأل أنا الأستاذ فقالوا له الأستاذ في القاعة لا يمكن الاجتماع به في هذا الوقت. فذهب ولم يجتمع بالأستاذ. فقال الجويشية أسأل فضلكم أن تمروا بي على الشيخ عبد الوهاب الشعراني. فجابوه إلى ذلك وقال الشيخ عبد الوهاب فجاءني وسألني أن أكلم حسين باشا في شأني. فقلت له هذا الرجل ليس لي به اجتماع لكن أنا أذهب إلى الشيخ محمد البكري وأسأله الشفاعة فيك
ونيسر في طلوع له في شأنك. ودعوت له فذهبت الجويشية فنزلت من المدرسة وتبرقت إلى الشيخ محمد البكري رضي الله تعالى عنه فكلمته في شأني فقال لي يا مولانا أنا أوصي عليك خيله ولم يزدني على ذلك فحصل لي حال شديد فذهبت من عنده مغضبا كوني أنني أسأله في طلوع ولم يجبني إلا بهذا الجواب الذي ما عرفت له معنى هذا وكان للأمير الأمير عمر والدة وهي جارية بيضاء فحين سمعت بمجيء ولدها على هذه الصورة طرقت إلى حريم حسين باشا وكان الباشا في الحريم فجاءه الخبر بأن الأمير عمر وصل فشرع في اللبس أثيابه وطلوع إلى ديوان المعد للعصر فجاءت والدة الأمير عمر وتكلمت مع حسين باشا في شأن ولدها فقال لها الباشا ما جنسك؟ فقالت جنسي كذا من قرية كذا من بيت كذا فقال لها الباشا هل لك أخ؟ قالت نعم واسمه كذا ولي فيه علامة وهي شامة في كتفي فقال له الباشا أنا أخوك فتعرفا وتعنكا وظهرت كرامة الأستاذ وقوله لي أنا أوصي عليك خاله ولم يزدني على ذلك فخرج الباشا إلى الأمير عمر وعرفه الكسة والبصه القفطانا وعاده إلى منصبه وقال الشيخ عبد الوهاب شعراني فنزل لي بالقفطان ورفني بالكسة وشكرني فقلت له هذه بركة الشيخ محمد البكري رضي الله تعالى عنه وأخبرته بمواقع لي معه وقلت له اذهب إليه أشكره فذهب إلى الأستاذ وأخذ خاطره كما تشير القصة الثانية ورث محمد البكري مكانة أبيه كشيخ صوفي وشخصية نافذة عن حكام مصر ويقول العالم اليمني عبد القادر العيدروس القصة كما يلي ولما مرض والده شيخ الإسلام وفارس ميدان العلوم والمعارف عبد الحسن البكري نفعنا الله ببركاته مرضه الذي مات فيه اختلى بولده المذكور وخصه من المواهب الله ما خصه الله به ثم استعد بتلامذته ومريديه من شيوخ الإسلام وكبراء الأعلام ممن أفنوا أعمارهم في الاستفادة منه والأخذ منه وأمرهم بالاستفادة منه والأخذ عنه والدخول تحت حكمه ومن هذا الأمر الصريح بوراثة محمد مقام أبيه لم يوافق كل تلامذة أبو الحسن على ذلك يتابع أبو القادر العيدروس لما انتقل والده إلى دار الكرامة وهم بعض عظماء وهم بعض عظماء تلامذته بالجلوس في مجلسه في مجلس والده بالجامع الأزهر ظنا منهم أن والده المذكور لم يبلغ غطبة الجلوس في مجلس والده لصغر سنه إذ ذاك كان نحو من 21 سنة إلا أن الشيخ محمد نجح في إحلال محل والده وحصل على مكانة علمية واجتماعية وسياسية لم يعرفها الشيخ أبو الحسن نفسه يصف أبو القادر العيدروس حياته في الأماكن العامة كما يلي وكان إذا قام من كل مجلس جلس فيه للتدريس في جامع الأزهر أو غيره يتقدم إليه الناس لتقبيل يده وتبرك بدوائه إذا ذاك وقرب من موضعه الشريف الذي هو موضع الرحمة ويقع بينهما ازدحام عظيم ربما سقط بعضهم تحت أقدام الناس وحوله إذا ذاك جماعة من جند السلطان والروم وغيرهم قد حلقوا على حضرته ليعيديهم خشية عليه من الإيذاء بالاستهام ربما أخذ واحد منهم بيده الشريفة وهي ممدودة لتقبيل الناس لطول زمن مدها لهم وإن كان يقف لهم بعد درسه نحو من ساعة زمنية ثم يسير إلى جهة دابته والناس على الغاية في استحام عليه إلا أن يصل إليها يظهر من هذه الفقرة أن الشيخ محمد البكري كان له شعبية كبيرة بين عوام المسلمين في القاهرة الذين اعتبروه
شافع دينيا ومصدر بركة. ووجود الجنود الأتراك والروم للدفاع عنه يدل على اهتمام الولاة العثمانيين بشخصه ودوره العلمي والديني في المجتمع المصري. مع ذلك نلاحظ أن صعود محمد البكري في المركز قوة والده لم يحدث بدون نقاش ومعارضة من قبل بعض العلماء المقربين من والده، وتدل هذه الصعوبات إلى أن عملية وراثة المكانة الروحية لم تكن تلقائية في القرن السادس عشر، إلا أننا نجد أن التغير الأساسي طرا على عملية الوراثة أو التوريث في نهاية القرن وبداية القرن اللاحق. رأينا وراثة أزعمة دينية كانت سنة معتبرة في الأسر العلمانية، لكن في فترة ما قبل القرن السادس عشر لم تكن هذه الوراثة معترفة بها من قبل الدولة العثمانية رسميا، بل كان حق الابن في وراثة مناصب أبيه قابلا للمعارضة من قبل مريدي الأب الكبار وتلامذته، لسيما إن كان الابن صغيرا يتمكن من استكمال شروط الرئاسة. يقول المؤرخ مايكل تشامبرلين أن البيت وليس الدولة هو اللاعب الأساسي في بناية وإعادة بناية مراكز القوة الاجتماعية في المجتمع المملوكي. والحقيقة أن تقاطع البيت والدولة سمح بإنشاء أرستقراطية دينية ثابتة الوصول في الدولة العثمانية، خصوصا في فترة ما بعد العقد الأخير من القرن السادس عشر، عندما حاول الباب الآلي أن يمد عنايته إلى البيوت العلمائية الموجودة في الولايات العربية المملوكية سابقا. وكانت للدولة طرق كثيرة في استمالة أعيان الولايات المفتوحة، منها الاعتراف بمناصب موروثة مثل حيازة الإقطاعات المالية والالتزام ضرائب مباشرة ونظارة الأوقاف وغيرها من الأصول المالية. الجديد في ذلك أن الاستخلاف في رئاسة البيوت العلمائية أصبح تلقائيا ومضمونا من قبل السلطان مع تنفيذ في محكمة الباب الآلي في القاهرة. من نتائج هذا التحول الإداري والسياسي الجذري أن سلطة رئيس بيت البيت العلمائي أصبحت أوسع مما كانت عليه من قبل، واشتملت جميع الموارد المالية للبيت المتمركزة في يد واحدة، وصار رؤساء البيوت العلمائية الكبرى يعرفون بالشيخ السجادة، هو لقب لحدلاء الصوفية، وكان قد ظهر للمرة الأولى في أواسط القرن السابع عشر. إذا رجعنا إلى نموذج البيت البكري، نجد أن الشيخ محمد البكري ترك أولادا خمسة، كل واحد منهم كان مرشحا لخلافة أبيهم. يحاول الشيخ أحمد بن زين العابدين البكري في كتابه كلائد المنن أن يثبت أن أباه الشيخ زين العابدين ابن محمد البكري كان الخليفة الطبيعي لوالده، لكن هذه الرواية تعارض رواية المؤرخ المحبي الذي يقول إن زين العابدين خلف والده بعد موت أخويه تاج العارفين وعبد الرحيم في الحاج سنة 1589، ولم يكن الابن الثالث محمد أبو سرور مرشحا لمناسبة لخلافة والده كرئيس بيت صوفي، مع أنه كان فقيها حاذقا له نفوذ سياسي عند الباب الآلي. يقول المحبي أن أبا سرور أحرج نفسه عندما كتب إلى إسطنبول طالبا منصب مفتي الشافعية بالديار المصرية في حياة المرجع الشافعي المحترم شمس الدين الرملي، لكنه حصل على هذا المنصب بعد وفاة الرملي سنة 1596، ومات في سنة 1598 في الطاعون الذي أخذ بأخويه. ولم يكن الأخ الخامس محمد أبو المواهب مناسبا ليخلف أبيه، مع أنه سحر شمس الدين الرملي، وذلك لأنه استهلك شبابه في الموسيقى وأنشطة التي لا تناسب رئيسا دينيا. مع ذلك خلف أبو المواهب أخاه زين العابدين بعد وفاته في سنة 1604. من الممكن أن نعتبر فترة رئاسة أبو المواهب البكري لبيت البكري نقطة تحول في العلاقة بين
البيت والدولة العثمانية. قبل ذلك لم تكن مناصب البيت متمركزة في يد شخص واحد، بل كانت توزع بين الإخوة. لكن بعد استقرار أبو مواهب في الرئاسة منفردا، لم تقسم المناصب بين الإخوة بعد ذلك. مع ذلك كانت سياسة الدولة بالنسبة للوراثة في الأسر العلمائية غير واضحة، ولم تتداخل الدولة في عملية الخلافة لحسم الموضوع. ويبدو أن أفراد البيت كانوا يحسمون الخلافة فيما بينهم، وبعد ذلك فقط يطلبون الاعتراف من الدولة. في حال عدم إيقان بخلافة ابناء لوالدهم، كان على الأب أن يقررهم مكانه في الأوقاف في حياته. ونجد أنه في سنة 1561 كان الشيخ محمد البكري قد عين ابنيه تاج العارفين وزين العابدين على وقف سلطان قايت باي الذي تولى نظارته. وفي سنة 1584 عين زين العابدين على وقف الدشيشة الكبرى الذي أسسه السلطان مراد الثالث على الحرمين الشريفين قبل سنة، مما يدل على العلاقة الوثيقة بين البكرية والباب الآلي في هذا الوقت. تغير نظام التقرير في الأوقاف في مصر نحو سنة 1000 من الهجرة الموافقة لسنة 1591 الميلادية. منذ ذلك الوقت كان كل تقرير قابل لتعديل بعد وصول قاضي عسكر جديد من إسطنبول وكشفه للأوقاف المصرية. وقد ورثت الدولة العثمانية من الدولة المملوكية شبكة ضخمة من الأوقاف مثلت ثروة غنية في يد الحكام الجدد لمصر. واستخدمت هذه الثروة لاستمالة الطبقة الدينية المصرية ولمكافحة المعيدين للدولة. لكن بداية من سنة 1000 من الهجرة أصدر الباب الآلي وثائقا معروفة بالبراءة السلطانية إلى قاضي عسكر مصر أو ديوان الآلي، وسجل قاضي العسكر التقرير في سجلات محكمة الباب الآلي ليصدر إلى الموظف المعين على الوقف التمسك أي القرار بتعيين. وبوصول قاضي عسكر جديد كان على الموظفين في الأوقاف أن يجددوا تقريرهم مرة ثانية. نجد على سبيل المثال أن الشيخ أبا سرور البكري مفتي السلطنة الشريفة للسادة الشافعية بالديار المصرية أريد توليه مناصبه في سنة 1595 على أدته لهيازته التمسكات وتصدره في الفقه الشافعي. واستعمل القاضي العسكر حقه في تقرير الناظر على وقف الجمال يوسف نقيب الجيش لتعيين أبو المواهب البكري عليه. ونجد في سنة نفسها أن أبا سرور حصل على نظارة مدرسة بدلا من ناظرها السابق على أساس حكم براءة سلطاني قال فيه إنه لا يخرج من جهته بغير سبب مقتضي للعزل. بعد 10 سنوات من هذا التاريخ أصبح باينا أن وراثة المناصب قد صار عملية عادية، وتم تحول نفسه بالنسبة للأصول المالية الأخرى. عندما مات زين العابدين البكري حصل أبو المواهب على نصيبه من الصورة الملكية بموافقة القاضي العسكر الذي أبلغ ناظر أوقاف الحرمين الشريفين بالقرار. وكان هذا النصيب من الصورة مكتوبا باسم الشيخ محمد البكري، وقسم أبو المواهب هذا النصيب بين بنت الشيخ محمد وبنتي المرحوم الشيخ أبي سرور أيمنة وأم حنة. وفي سنة 1614 أي بعد بلوغه سن الرشد قسم الشيخ أحمد بن زين العابدين البكري وأخوه عبد الرحمن نظارة أوقاف البيت إلى نصفين، زيادة على تقسيمهما المراتب المقصوصة بوالدهما من الروفة والديوانية والجراية. مع ذلك استمر أمهما أبو المواهب في الإشراف على الأوقاف حتى سنة 1626 عندما تخلى عن المراتب في الأوقاف
لصالح النائب المالكي في محكمة الباب الآلي محمد عبد الفضل الوارث الصديقي القريب من زوجة عبد المواهب. وتولى أحمد ابن زين العابدين رئاسة البيت البكري ونظارة أهم أوقافه بعد وفاة ابن عبد المواهب في سنة 1628 مع وجود مرشح أكثر وهو محمد أبو سرور ابن محمد أبو سرور البكري المعروف بمؤلفاته التاريخية. ويبدو أنه كانت هناك قطيعة بين فرعي البيت البكري، فنرى ابن أبي سرور يشتكي من في مؤلفه قطف الأطهار من الخطط والأثار عن سوء إدارة أوقاف الجامع الأبيض وتعدي النظار على أملاك الموقوفة. ثم تصالح الرجلان وتولى ابن أبي سرور نظارة بعض أوقاف البيت في فترة رئاسة أحمد. وعلى سبيل المثال استمر في نظارة وقف أبي بكر ابن مظهر لمدة تزيد على 30 سنة. خلف محمد زين العابدين أخاه أحمد بعد وفاته مع وجود أخيهما عبد الرحمن الذي تولى منصب الإفتاء الشافعي، واستمر أولاد ابن أبي سرور في نظارة بعض أوقاف البيت. مع ذلك لم يحدث التحول الأهم إلا في سنة 1652 عندما وصلت براءة سلطانية من إسطنبول إلى القاهرة وسجلت عن قاضي العسكر في محكمة الباب الآلي. تنص هذه براءة المكتوبة باللغة التركية العثمانية على وراثة جميع امتيازات البيت البكري من جيل إلى جيل وخليفة إلى خليفة إلى الأبد، ابتداء من محمد عبد المواهب ومحمد زين العابدين ابني عبد المواهب البكري الصديقي، إخراجا لأولاد ابن أبي سرور من الموراثة ضمنيا. ومنع النص البراءة الولاة في مصر حتى الوالي نفسه من التدخل في امتيازات البكرية إلا بإذن السلطان. ويبدأ النص بمقدمة في مدح علماء الدين وتأكيد واجب السلطان في تأييدهم، ويصف محمد ابن زين العابدين البكري بالألقاب الفكرية مثل أقدى قضاء المسلمين وحجة الحق على الخلق أجمعين وارث علوم الأنبياء والمرسلين. ويشير لقب الأول إلى تولي محمد ابن زين العابدين منصب قضاء مكة المكرمة سابقا. ويشير النص أيضا إلى أنواع مختلفة من امتيازات في حيازة البكرية المعترف بها من قبل الديوان الآلي في مصر، منها المجوبات المراتب الصادرة من الخزينة في مصر والألوفة الأجرة النقدية والأطلاق الألف والإيرادات من الملح ومن المسموح الراضي المعفى من الضرائب ومرتبات من الأوقاف وميري الناترون وإيرادات من القرى والمزارع ونظارة الأوقاف والوظائف الأوقاف إلى آخره. ولم يضيف هذا النص موارد جديدة إلى ممتلكات وامتيازات البكرية، بل اكتفى بتأكيد على وجودها ونقلها نسلا بعد نسل. ويشمل هذا التأكيد ما يمكن أن يسمى ضمانا جهات قديمة ولواحق، في إشارة إلى أن الامتيازات التي سيحصل البكري عليها بعد تاريخ البراءة مندرجة في هذا الضمان. وفي النهاية يقول النص إنه لا يسمح للوالي أو للأمراء أو الكشاف أو الأمناء أو الأمال أي المسؤولين السياسيين والعسكريين والماليين في مصر أن يتدخلوا لمنع البكرية من حقوقهم في هذه الموارد. ويتضح من قائمة الموارد المنصوص عليها في البراءة أن البكرية كانوا من أغنى الأعيان في مصر في ذلك الوقت، وقد كان إيراد التزام الناترون وحده في سنتي 1596 و1597 يبلغ 33,000 بارة، وكان هذا ذلك الالتزام بيد مفتي الشافعية، مع أنه كان يشترك في الإيراد مع أحد المسؤولين المسكريين في بعض الأوقات. لكن المورد الأكبر للبكرية كان الأراضي الزراعية الموقوفة والملتزمة من قبل الدولة. جاءت هذه البراءة في سياق تغيرات كبيرة وقعت في الدولة العثمانية بأكملها، وقد ظهرت طبقة من العيان في الولايات العربية حصلت على امتيازات مالية وسياسية بما فيها
توريث الحقوق في الأراضي والمناصب، وسمي بعض هؤلاء الأعيان ببراتلي، أي صاحب برات، وهو لقب لشيوخ القبائل وكبار التجار. ونجد في الوقت نفسه أن منصبا جديدا ظهر في مصر في دوائر العلماء الكبار وهو شيخ سجادة. ظهر هذا المنصب لمرة أولى في أسرة الوفائية في سنة 1640، حيث نجد إشارة إلى وجود شيخ سجادة سادات الوفائية. وفي سنة 1677 نجد إشارة إلى شيخ سجادة سادة البكرية، وهو أبو المواهب أفندي البكري المذكور في البراءة. بعد موته خلفه ابناه محمد أبو المواهب محمد زين العابدين، لكن خلال أيام قليلة استولى محمد أبو المواهب على 27 وظيفة في الأوقاف بدلا من أخيه. وبعد عدة شهور اتفق الأخان على تقسيم بقية الالتزامات والأملاك والأوقاف بينهما، واعتفت محمد أبو المواهب بكل الوظائف والمناصب التدريس والمرتبات ونظارات الأوقاف والأوقاف الأهلية مع 3/4 من التدريس في الجامع الأزهر، وقسم الالتزامات نصفين. مع وفاة المواهب البكري سنة 1713 انتهت رئاسة أولاد زين العابدين ابن محمد البكري الكبير، والتي استمرت نحو من 80 سنة، وانتقلت إلى أحمد أفندي ابن عبد المنعم البكري، وهو ابن حفيد أبي سرور البكري. تولى أحمد أفندي نظارة أو وظيفة 44 وقف كله موروثة من أبي المواهب. وذكرنا قائمة النظارات والوظائف هذه بقائمة من أواخر القرن 18، لوجدنا أن الأخيرة لم تختلف كثيرا، ويدل هذا على أن امتيازات صاحب السجادة البكرية كانت قد استقرت بحلول القرن 18 ولم تتغير كثيرا. نجد أيضا أنه مع كل انتقال إلى صاحب سجادة جديد يحصل رئيس البيت على براءة سلطانية تشير إلى براءة الأصلية الصادرة في سنة 1062 الهجرية، وتنسق في سجلات ديوان الآلي وروزنماجي، وهو كازن ولاية مصر. انتقلت رئاسة البيت البكري بدون تعويق أو منازعة حتى سنة 1788، عندما نجد في سجل تقارير النظر أن وقعت منازعة بين شيخ سجادة محمد أفندي ابن علي البكري وابن عمه الشيخ خليل ابن محمد أبي بكر البكري. كان الشيخ خليل ابنا لشيخ السجادة، لكنه أخفل عليه لما فيه من الرعونة وارتكابه أمور غير لائقة حسب قول عبد الرحمن الجبرتي. مع ذلك حصل خليل على فرمان يعينه في ثلث نظارة أوقاف البيت البكري. ورد محمد أفندي بالحصول على فتاوى لعدد من علماء الأزهر الشريف ببطلان هذا الفرمان، وقد أشار الشيخ محمد الحريري إلى قول القاضي ابن نكيم بأن الولايات الخاصة يجب أن تقدم على الولايات العامة، وموافقة الشيخ الإسلام أبو الصعود الأفندي بهذا القول. والأرجح هو أن الشيخ خليل لم يكن جديرا بثقة في المعاملات المالية، وينقل سجل قول الشيخ أحمد العروسي بأنه على القاضي أن يعزل الناظر الذي لم يصرف مراتب الوقف للمستقدمين، ويجب أن يحاسب الناظر المعزول على المراتب المستحقة وظروف لها أسبقية على الفرمان. تدل هذه القصة على أهمية دور العلماء المحليين في صناعة سياسة الدولة العثمانية فيما يتعلق بالأوقاف في الولايات العربية، مع أن الحاكم في القضية في محكمة الباب الآلي هو قاضي عسكر المرسل من إسطنبول، إلا أنه لجأ إلى العلماء المصريين من القدماء والمتاركين للاستفتاء، وقارن أحوالهم بقول شيخ الإسلام ومفتي الدولة العثمانية أبو الصعود أفندي. ومن واضح أيضا أن العلماء أجمعوا على احترام القضاء المحلي ومعرفته بالأشخاص والظروف. يدل نص المادة في السجل إلا أن محمد قد ورث
منصب شيخ السجادة البكرية ونقيب الأشراف من والده. مع ذلك لم تدم هزيمة خليل البكري طويلا، فبعد وفاة محمد أفندي وابنه محمد عبد المواهب تولى خليل أفندي المنصبين في سنة 1793 وبقي فيهما إلى أن أزل في سنة 1802 لتعاونه مع الاحتلال الفرنسي لمصر. يوضح لنا نموذج السادة البكرية أن علاقة العلماء المصريين مع الدولة العثمانية كانت وثيقة جدا، بل يمكن أن نقول أن المؤسستين الدولة وعلماء الدين اعتمدتا على بعضهما البعض لدرجة أنه من الصعب أن نفصل بينهما. كان مركز هذه العلاقة مجموعة شريرة صغيرة من بيوت العلماء المتصوفين كونت أرستقراطية روحية مصرية. شكرا. نشكر الدكتور آدم صبرة على هذه المحاضرة الشيقة التي استعرض فيها صعود بيت السادة البكرية في مصر في منذ القرن السادس عشر وتزامن ذلك مع تطورات في علاقة الدولة بأسر العلمائية كما يسميها وتطور فكرة الوراثة داخل هذه البيوت والأسر واستعراضه أيضا للعلاقة الحميمة والوثيقة بين العلماء والدولة العثمانية وتمركزها حول مجموعة صغيرة من البيوت. نفتح الباب للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضا حداد، باحث في التاريخ. موضوع الرسالة بتاعتي عن دور متصوفة السجاجيد في العصر في التاريخ الحديث أو في التاريخ عامة. واخد أربع سجاجيد: السجادة البكرية والسجادة الوفائية والسجادة العمرية والسجادة الخضيرية. أنا مع الدكتور آدم في دخول العثمانيين لمصر، مع أني أعترض مع حضرتك على كلمة الفتح العثماني لمصر، لأن أنا بعتبر أنه مش فتح، بعتبر أنه احتلال، وما مش موضوع نقاشنا حاليا. بس أتوجه لحضرتك ببعض الأسئلة. ليه العثمانيين علاقتهم عند دخولهم مصر ليه توجهوا للبيت البكري بالذات، ما توجهوش للبيت الوفائي ليه؟ تمام. السؤال الثاني: الأسر البكرية والبيت الوفائي من بداية القرن الستاشر لحد منتصف القرن التسعتاشر كانت علاقتهم بالدولة العثمانية في علاقة تأرجح وتذبذب. البيت البكري كان بيعلو على البيت الوفائي في علاقته بالدولة العثمانية، والبيت الوفائي في فترات كان بيعلو على البيت البكري. تفسر العلاقة دي هي من ناحية سياسية. السؤال الثالث: البيت البكري حصل على نفوذه منين؟ من البيت العثماني، من الدولة العثمانية، ولا من المريدين التابعين ليه؟ ويا ريت حضرتك تبين لي علاقة البيت البكري والمشايخ البكرية بالمماليك في الفترة ديت قبل دخول العثمانيين مصر. تمام؟ لو في أسئلة تانية نتابع وبعد كده الدكتور آدم يجاوب كله. ماشي. برحب بحضرتك كتير جدا. مصطفى محمود، باحث ماجستير تاريخ حديث ومعاصر. المحاضرة قيمة جدا جدا وأفادتني في الموضوع بتاع الرسالة بتاعتي الأوقاف ودورها في الثقافة والتعليم في عصر محمد علي. السجادة البكرية هي كان وضعها متميز جدا في العصر العثماني، لكن في بعض النقاط أحب يعني إيه بقى في معلومات أكتر. كان في صراع حقيقي بين البيوت الصوفية حوالين نظارة الأوقاف في مصر عامة. السؤال الثاني يتمحور حول دور السجادة البكرية في حركات الاحتجاج اللي كانت بتحصل في المجتمع القاهري بسبب فرض الضرائب، باعتبار ان هم علماء اقوياء كانوا دايما متكلمين لدى السلطة ان هم بيرفعوا البأس عن الناس وهكذا. كمان في يعني هل كان البيت البكري بالتحديد كان عنده مكتبات ثقافية مفتوحة وفيها كتب موقوفة الناس تطلع عليها في المجتمع القاهري؟ يعني ده أبرز الأسئلة وشكرا لحضرتك كتير. في
سؤال قدام. ورا في سؤال. أحمد سلطان، الحقيقة إحنا النهاردة استمتعنا بعلم فيه عن السادة البكرية. السادة البكرية هي أسرة من أسر التصوف في مصر، وموضوع المحاضرة انصب على أهمية دورها بهذا الشكل. والحقيقة تبادر لذهني سؤال غريب، بعض الشيء ربما يكون بعيد ولكن متصل بالمحاضرة. السادة الأشراف أين موقعهم من الدولة العثمانية في هذا التقدير والاحترام للسادة البكرية؟ شكرا. دكتور عبد الباقي السيد، مدرس تاريخ إسلامي. يمكن أنا متخصص تحديدا في الفكر الظاهري ابن حزم والمدرسة الظاهرية بصفة عامة، ده كان الماستر، والبي اتش دي الظاهرية والمالكية وأبحاث ترقية برضه. يعني أنا سعيد جدا بالمحاضرة، المحاضرة فيها توصيف أكثر من رائع لظاهرة من الظاهرات. يمكن صحيح أنا بتاع تاريخ إسلامي، لكن التوصيف في التاريخ الحديث رائع وهيفيدني كتير جدا في التدوين الخاص بالتاريخ الإسلامي. في وقفات سريعة، حضرتك ذكرت حاجة بخصوص أحد مشايخ أو أحد رؤساء البيت البكري حصل على إجازة الإفتاء. يمكن عندنا عبر التاريخ الإسلامي الإجازة بتبقى في فن من الفنون أو في علم من العلوم، والفتوى منصب. هل كان في أجازة دلو إجازة مثلا في كتاب من الكتب يفتي عليها أم لا؟ دي محتاج يعني أعرف عن يعني إجازة الإفتاء في حد ذاته، هل دي كانت منصب والسيدوا إليه منصب أو دلو منصب، ولا دلو أنه يفتي من كتاب معين أو على مذهب معين؟ إشكالية تانية خاصة بالمذاهب، حضرتك كلمت على العلاقة بين البيت البكري وبين الشيخ زكريا الأنصاري، وده كان شيخ إسلام بمنصب رفيع ومعروف أنه كان من رموز المذهب الشافعي. المذهبية للأسرة البكرية هل صارت على وتيرة واحدة مذهبية شافعية أم تقلبت وتغيرت على حسب الأمور؟ دار العثمانية حنفية شوية. ظاهرة الفكر الكرامي والكرامة والفكر الكرامي كان باين جدا في العلاقة مع، حتى حضرتك ذكرت شخصية لما لعب بالموسيقى ومش عارف إيه، هل تم تجنيب مثل هذه الشخصيات الفكر الكرامي الكرامة نفسها من خلال حل الألغاز وحل المشكلات الكرام، فكر الكرامة أو الصوفية والتأثير، الحدود بتاعته هل كانت بتلعب دور فقط بمجرد أنه بيغدق على واحد أو يديله مثلا منصب معين أو ينجيه من، يعني لعب الدور مع الأشخاص. إحنا بنتكلم في التاريخ الإسلامي أن الفكر الكرامي بيمس المجتمع كله وبيمثل الفقراء أكثر منه من الكبار، يعني هو يرتبط بالفقراء أكثر ينجيه. دي جزئية محتاج أقف عليه. الدور العلمي والسياسي للأسرة البكرية، هل الدور العلمي يعني كان واضح من خلال موسوعات اكتر؟ يعني كنت محتاج يعني مثلا مصنفات اكتر، انا لقيت حضرتك عمال تتكلم فلان صاحب كتاب كذا او كذا. هل لعبوا دور كبير من خلال تقديم مشاريع كبيره زي الدور السياسي؟ يعني هم لعبوا دور سياسي وتولوا مناصب ونظارات وقضاء، والدور العلمي محتاج بس ايه وقفه فيه. فاضل حاجتين سريعا. حضرتك ذكرت، انا يعني دي حته ملغزه عندي، العلاقه بين الاسره البكريه والطرق الصوفيه. يعني انا شايف يعني الاسره البكريه ده بتنتسب لابي بكر الصديق، راس من رؤوس التاريخ الاسلامي وراس من رؤوس الاسلام، فازاي هو يجي ينعطف او يعمل علاقه مع طرق صوفيه حادثه في القرن السادس الهجري والسابع الهجري؟ العلاقه مع الطريقه الرفاعيه والطريقه الشاذليه، يعني كيف صارت العلاقه ولايهما كانت الغلبه؟ اخر حاجه بقى، هل ترى ان في تأثير شيعي من خلال منصب شيخ السجادة اللي احنا عرفنا الإمام زين العابدين ابن علي ومنصب الاسم الإمام السجادي انه كان ماسك، فهل في تأثير من الشيعة على هذا المنصب لأسرة بكرية ومن خلال كده نعرف نعمل علاقة بين العلويين وبين البكريين؟ شكرا. دكتور صبري ورا وبعدين دكتور هاني. الحمد لله السلام دكتور صبري العدل. أنا بس كنت عايز حضرتك ربطت ما بين البيوت المملوكية وتأسيس البيوت الدينية أو ما يمكن أن يطلق على البيوت الدينية زي البيت البكري. السؤال، هل البيوت المملوكية في العصر العثماني هي امتداد للعصر المملوكي ولا لها سمة خاصة مرتبطة أكتر بطبيعة الدولة العثمانية؟ دي جزئية. الجزئية الثانية، هل هناك تشابه ما بين نشأة البيوت المملوكية في مصر العثمانية وتشكيل البيوت الدينية دي
في العصر العثماني زي بيت البكري أو البيت الوفائي أو غيره من البيوت الدينية دي؟ هل في ربط بين الاثنين؟ بس ده السؤال عايز استفسر عنه. شكرا. دكتورة انت قلت ان البيوت البيت الباكلي طبعا معروف ان هم كانوا غدان جدا جدا زي ما انت قلت، يعني الافراد داخل الاسره دي عندهم اموال، هل تورث حسب الشرع طبعا، هل كان للشيخ البيت او رئيس البيت اموال خاصه بالرئاسه نفسها تنتقل من شيخ لشيخ حتى لو مش ابنه؟ يعني هل كان البيت نفسه له أملاك أو أوقاف خاصة بالمشيخة نفسها ومش مرتبطة بالميراث الشرعي؟ أيوة. أي أسئلة أخرى؟ ناخد سؤال كمان لو في أي سؤال. نسيب لك. طيب شكرا جزيلا كل الأسئلة المثيرة والجيدة جدا، وسأحاول سأحاول أن أرد على الأسئلة دي. أوكي أبتدي يعني في الآخر وإن شاء الله نوصل للأول. طيب بالنسبة للبيت، يعني البيت في كان في طبعا أوقاف والتزامات وهي تابعة للبيت نفسه، يعني مش تابعة للشخص كمال شخصي. ف يعني هو يعني البراعة بتقول أن كل هذه الأموال، بس هي مش أموال، يعني هي أوقاف والتزامات بتنتقل من جيل إلى جيل، يعني من صاحب سجادة إلى صاحب سجادة. لكن الأموال مثلا الخاصة النقود مثلا دي حاجة تانية طبعا، يعني موروثة في القسم العسكرية، يعني بالعملية الطبيعية العادية. تقدر ترد سؤالك ولا ده مش كافي؟ طيب بالنسبة لعلاقة البكرية بالمماليك، والمماليك طبعا في العصر المملوكي ومماليك يعني في ظاهرة مماليك في العصر العثماني ظاهرة مختلفة أعتقد، يعني جين هاثاوي بتقول إن هذه ظاهرة مختلفة لها علاقة بالأسرة الحاكمة والبيت الحاكم في إسطنبول، وظهرت خصوصا في القرن 17 وبعدين واستمر في القرن 18. فأنا أعتقد أن طبعا هناك علاقة وثيقة بين ظاهرتين، البيت العلمائي وبيت المملوكي، لكن يظهر أن البيت العلمائي كان موجود قبل البيت المملوكي العثماني، لكن في طبعا تأثر يمكن من البيت المملوكي اللي كان موجود في العصر المماليك. تغير يعني صورة البيت العلمائي في القرن 17، وطبعا يعني في نفس الوقت الذي يعني نجد بداية ظاهرة البيت المملوكي العثماني. وأعتقد طبعا ده يعني ده مش يعني ده مش ممكن يحصل، يعني ده حصل طبعا نتيجة سياسة معتمدة من الدولة، معتمدة من الدولة العثمانية ومن الحكام أو المسؤولين العثمانيين في مصر برضو وفي بلاد أخرى. يعني نجد برضو في شرق أناتوليا أن في يعني علاقة بين الأعيان هناك والدولة العثمانية. أعتقد يعني هي نفس السياسة، لكن يعني السياسة دي طبقت على العلماء ومشايخ القبائل وأعيان من يعني أنواع مختلفة، فيظهر أن البكرية كانوا من الأعيان في هذا الوقت. بالنسبة لعلاقة البكرية بالشيعة، أنا مش لاقي أن في علاقة، إلا طبعا أن في علاقة بين التشيع عموما ويعني لاعتقاد في الأشراف، أن يعني الأشراف يعني مش ناس عاديين عندهم يعني دور ديني، يعني خصوصا فكرة الشافع، يعني ان كل اهل البيت يعني عندهم يعني الحق ومسؤولية الشفاعة عند الرسول.
وطبعا يعني الأئمة عند الشيعة عندهم نفس الوظيفة، فأعتقد أن في يعني في علاقة هناك، لكن العلاقة البكرية بالخصوص لا أظن أن هناك. لا أعتقد أن منصب شيخ السجادة هو زي هو يعني ما فيش علاقة بس بتشيع. أوكي. بالنسبة للترك الصوفية موجودة في مصر، يعني هو باين إن البكرية من عصره من عصر عبد الحسن البكري اعتمد أن هم من الشاذلية، مع أن العلاقة يعني ضعيفة، بس ده بيحصل كثير. بنلاقي مثلا محمد الحنفي بيقول ان كتب مناقب محمد الحنفي بتقول ان هو من بعض من الشاذلية، وهو شيخ الشاذلي، هو رئيس الشاذلية في مصر، بس العلاقة بالشاذلية يعني ضعيفة جدا حتى في كتب المناقب. فأعتقد انه اللي حصل ان شيخ معين يريد ان يثبت ان له يعني دور مهم، وله يعني هو مستحق لهذا الدور، يكون هو يعني تلقى يعني تعليمات من شخص معين. أعتقد أنه هو هذا السؤال. هل الشاذلية يعني دور في العلم؟ طبعا، خصوصا في القرنين الثالث عشر والسابع عشر، محمد البكري شاعر مهم جدا، أبو الحسن البكري كان له دور في الحديث، علم الحديث. ابن أبي سرور البكري معروف أنه مورخ، بس مورخ مش كيد أوي، بس يعني حكاية طويلة. بس طبعاً في القرنين دول يعني نلاقي إن في دور علمي. بعد ذلك قام القرن 18 مفيش كتب جديدة، مفيش كتابات جديدة، يعني كله سياسي ومالي. فأعتقد إن يعني خصوصاً يعني بعد يعني عندما يكون في واحد اسمه شيخ سجادة ويحصل على 44 وقف، ده ما عندهش وقت للكتابة والدراسة. يعني هو يمكن هو يدرس في الأزهر، بس يدرس يعني طبعا يدرس الفقه الشافعي. يعني البيت البكري في بيت الشافعي، لكن في فرق تاني للبكرية مالكي، لكن عموما يعني البكرية من الشافعية، ويعني طبعا منصب يعني مفتي الشافعية في مصر موروث في البيت من أواخر القرن السادس عشر لغاية يعني بداية القرن الثامن عشر، فكلهم من الشافعية. طيب، بالنسبة للكرامات الصوفية، طبعاً بنقرأ عن الكرامات مثلاً في كتب المناقب، وهناك على الأقل أربع كتب في المناقب، أو يمكن خمسة في القرن السابع عشر. اثنين منها دي مؤلفين من البكري نفسهم، وبقية الكتب دي مرديهم. فيعني كلام الكرامات موجودة في الكتب دي، وأعتقد إن مهمة قوي، خصوصاً إن معظم الكرامات دي يعني وكثير من الكرامات دي لها دلالة سياسية. يعني أعتقد أن دي تقريباً مش جديدة، برضو محمد الحنفي مناقب برضو سياسية، يعني له نفوذ عند الحكام، يعني نفوذ مش طبيعي. بس طبعاً أعتقد أن يعني الكرامات دي بتدل على دور سياسي ودور مالي. طيب، بالنسبة للأشراف، طبعا هو معروف ان في اواخر القرن 18 حصل البكري على نقابة الاشراف، ومن ايام محمد علي يعني نقيب دائما من البكرية، يعني لمدة تقريبا يعني مش قرن، بس يعني كذا عقد. ف يعني طبعا يعني قبل كده كان في واحد من الوفائيه برضو كان نقيب الاشراف، لكن انتقل للبكريه واستمر في البكريه لمده طويله. فطبعا يعني الاهتمام بالاشراف برضو مهم قوي بالنسبه ل يعني الدور البكريه والاهتمام بالبكريه كبيت معين، بيت ديني وبيت روحي. و
حتى نجد يعني مثلا في بداية القرن 17 برضو أن في كتاب عن الأشراف والأهل البيت لأحمد بن زين العابدين البكري، وكتاب ده منشور في إيران. لكن عموما يعني البكرية اعتمدوا أكثر على يعني نسب البكري ونسب يعني نسب الحسني، كان يعني دور أعتقد يعني مش على نفس المستوى. طيب لماذا البيت البكري؟ سؤالك الأول مش كده؟ سؤال كويس، وبصراحة ما عنديش جواب صريح، لأن كان ممكن أو يعني كان طبيعي أن يكون الوفائية هم حصلوا على التعيين. طبعا يعني مثلا إذا رأينا الوثائق العثمانية المرسولة إلى مصر وإلى أعيان مصر، بيبتدوا بالشيخ البكري بعدين الشيخ الوفائي، يعني الاثنين مع بعض تقريبا، لكن البكري قبل الوفائي. فأعتقد أن يعني في اعتماد على الأسرتين، وأنا يعني اخترت يعني البكرية، طبعا ممكن تختار الوفائية الظهر. لكن أعتقد أن يعني الأسرتين مهمتين وفي نفس الأسباب. وأعتقد برضو أن البكرية يعني تعلموا كثير من تجربة الوفائية. لكن لماذا البكرية؟ الاحتمال عندي هو احتمال مش أكثر من ذلك، أن علاقتهم بعبد القادر الدشتوتي كان مهم قوي، وأن كان يعني كان للمماليك والأمراء العثمانيين احترام كبير للدشتوتي، فالإشراف على يعني أوقاف الدشتوتي كان مهم قوي في صناعة هذه العلاقة أظن. طيب مرة أخرى نشكر الدكتور آدم صبرة على هذه المحاضرة القيمة وباللغة العربية الفصحى، ويعني تعبنا. وإن شاء الله ننتظركم يوم الثلاثاء 10 مارس برضو الساعة 6 هنا في المحاضرة الثانية باللغة الإنجليزية، وعنوانها Sufism and Political Theory in the Late Middle Ages. شكراً.